ما فينا على ديو وانا فهم هذه ساعة وستة دقائق. بعد شوي يكون حاضر بحثنا الصحفي القدير حسن بن أحمد، نرحبوا به بعد شوي. ولكن قبل نمشي لمصر، جدل كبير في مصر والعالم العربي بسبب أغنية روبي الأخيرة، أغنية 3 ساعات متواصلة، واتهامات لروبي باستخدام إيحاءات جنسية في الأغنية. احنا حبينا نعرف أكثر تفاصيل مع الصحفي المصري مصطفى فاروق. أهلا وسهلا. ألو ألو ستار. مرحبا سي مصطفى، أهلا وسهلا. مرحبا، صباح الفل. مرحبا بيك، نورتنا. نحكيو على الجدل المتواصل على أغنية روبي 3 ساعات متواصلة، أغنية متهمة بأنه فيها إيحاءة جنسية. الشارع المصري كيف تفاعل مع هذه الأغنية؟ بص، بصراحة في 3 آراء مختلفين. الرأي الدبلوماسي بيقول لك إن ما فيش قيود على حرية الإبداع، ومن حق أي فنان يقول اللي هو عاوزه، وما فيش حاجة اسمها أصوات خارجة ولا ذوق عام، ومن حق الناس تحكم على الاغنيه اذا كانت حلوه ولا وحشه. لكن في راي ثاني بيقول لك ان الاغنيه كلها اصلا عباره عن ايحاءات جنسيه، مش محتاج تقول الفاظ خارجه بشكل مباشر عشان يبان ان ده ايحاء جنسي. الاغنيه اكشلي كلها ايحاءات جنسيه، يعني ان ضف نار الاشتياق عندما ياتي المساء، تعالى هرسيك هوديك، تعالى هروقك ادوقك، يعني مش محتاجه تقول اكتر من كده عشان تتفهم. احنا عندنا الكونسبت في مصر في حاجه اسمها لفظ ابيح، لان كلمه ليها كذا معنى وتتفهم بشكل مباشر. لكن في راي ثالث، يعني بصراحه ان عندنا في الساحه الفنيه المهم تتشقلب وتعمل اي حاجه عشان تطلع ترند. ما دام انت طلعت ترند معنى كده ان الاغنيه نجحت وعملت استحسان، سواء بقى الترند ده سلبي او ايجابي، لكن ده غلط يعني بصراحه. وعليش ردة الفعل هذه على أغنية روبي، خاصة أن روبي معروفة بأغانيها خلينا نقول الجريئة؟ مش أول مرة الفنانة روبي تقدم هذه النوعية من الأغاني. بس بصراحة روبي بالنسبة لنا هي إله الترند الإيحائي في مصر. عارفة 2003-2004 قبل ما بيبقى في أصلا سوشيال ميديا أو ترند أو تويتر، هي ابتكرت فكرة الترند من أول أغاني أنت عارف ليه وليه بيداري كده ويا الرموش. هي أصلا معروفة بالحاجات المثيرة للجدل، سواء بلبسها، بحركتها، بقصها، حتى بأغانيها. فده مش جديد على روبي، يعني هي كل أغانيها كده صراحة. فده مش أول مرة ولا آخر مرة الناس هتهاجم روبي لمجرد أن هي عملت أغنية. وهل روبي تفاعلت مع هذا الهجوم؟ لا خالص، لكن اللي تفاعل هو صاحب الأغنية عزيز الشافعي. شنو قال؟ يعني قال تصريح مثير بصراحة وتصريح غريب. يعني عمل مداخلة مع عمرو أديب وقال لك شبه الأغنية سوري يعني بالقرآن، وقال إن في آية في القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فالناس بتمسك في لا تقربوا الصلاة وما بتقراش الباقي. كان قصده إيه؟ إن الناس بتمسك في كوبليه معين من الأغنية من غير ما تسمع باقي الأغنية. هو قصده على كوبليه بتاع تعالى دوقك وساعة روقك والكلام ده. وعمل حاجة تانية، قارن نفسه بأم كلثوم، قال إن في أغنية لأم كلثوم معروفة اسمها دوق معايا الحب دوق، ففكرة إن هو يقول تعالى أدوقك ده عادي. وده بصراحة رأيي يعني مفيد. ونتصور إنه كانت ردة فعل الجمهور المصري كانت نتصور خلينا نقول عنيفة، خاصة إنه لا يجوز مقارنة أغنية بقرآن كريم. بالظبط، هو ما ينفعش شاعر الأغنية أو ملحن يقول كده على أغنيته أصلا. يعني ده رد فعل خلى الناس تهاجمه أكتر صراحة، يعني بدل ما كان يسكت. لكن روبي كروبي نفسها ما ردتش. واضح. احنا نعرف اللي في مصر النقابة المصرية، خاصة نقابة الموسيقيين بمصر صارمة، العديد طالبوا نقابة الموسيقيين بالتدخل، ولكن النقيب يقول انه الامر تابع لجهاز الرقابة على المصنفات ومباحث المصنفات الفنية مش النقابة. ما معنى هذا مصطفى؟ بصوا، ده غريب عن النقابة. النقابة طول عمرها صارمة زي ما انت بتقولي، من أيام هاني شاكر. فاكرة ترند بنت الجيران لما كان في كوبليه اللي هو أشرب حشيش في أغنية حسن شاكوش؟ ده عمل شقلب الدنيا وعمل مصيبة لحسن شاكوش ومنحهم الغنى عشان مجرد كوبليه. وهو اللي اخترع على فكرة، هاني شاكر اخترع فكرة الذوق العام وخدش الذوق العام في الأغاني، وخلى إن في رقابة صارمة على الأغاني والكلام ده. لكن على النقيض تماما اللي حصل مع روبي عكس كده. يعني النقيب فعلا طلع وصرح وقال في بيان طويل جدا ان انا مش دوري كنقيب ان انا احكم على الاغاني، لكن ده دور الرقابه. هو ما رضاش يتفاعل، مع انه تفاعل قبل كده مع محمود الليثي ورضا البحراوي في اغنيه كانوا عاملينها، وخلاهم يغيروا كوبليه. كان في كوبليه بيقول احنا ابطلها لحد ما نبطلها وكذا حاجه، فاجبرهم يغيروه. لكن جه مع روبي وما عملش اي حاجه. وحسب رايك علاش؟ لماذا لم يتفاعل النقيب، ولماذا خلينا نقول تجرد من المسؤولية؟
بصراحة مش عارف، ممكن قال ما حبش يدخل نفسه في مشاكل تانية، ما حبش يكرر نفس سيناريو هاني شاكر لما اتدخل في أغاني ورمى الكورة في ملعب المصنفات. هو صحيح عنده حق، النقابة ملهاش دور على الرقابة، يعني النقابة دورها إن هي تساعد الفنانين، تديهم تصاريح، تكشف على التعاقدات، تساعد الفنانين الكبار لما يطلعوا معاش، لكن ده دور الرقابة على المصنفات الفنية. اللطيف بقى إن الرقابة يعني طلعت وقالت تصريح إن هي فعلاً ما ادتش اي تصريح لصناع الاغنيه ان هم ينزلوها، وعلى الرغم من كده نزلوا الاغنيه. يعني فين الرقابه في الموضوع؟ يعني متابع مصطفى الاغاني الجديده والفنانين يمكن اللي خلينا نقولوا موجودين اليوم وقاعدين ينتجوا في مصر، مثلا الفنانه التونسيه نرمين اصفر اللي اخر اغانيها وهي فنانه تونسيه I Love Money، وحسب ما صرحت أنها قاعدة تتعامل مع صناع خلينا نقول محمد رمضان. عندك فكرة؟ بصراحة أنا عندي فكرة بصراحة، وشفت الكليب بصراحة أنا عجبني الكليب، يعني الكليب حلو ومختلف مع أنه فيه لقطات كثيرة مثيرة، لكن هو باين أن فيه إبداع حصل. بس بصراحة لو أقول رأيي بصراحة من غير ما نرمين تزعل، أنا حسيت أن أنا بسمع محمد رمضان بس بصوت بنت. يعني الأغنية هي أغنية محمد رمضان، نفس ستايله في الكلمات، نفس ستايله في الاستعراض والرأس، نفس ستايله حتى في الكليبات. فهي تقريبا يعني عملت حاجة اسمها كوبي بيست، يعني نسخت نسخ محمد رمضان وعملته بطريقتها. هل هذه نقطة إيجابية تحسب لنرمين صفر ولا العكس مصطفى؟ الاثنين بصراحة، هي تحسب ان هي قدرت تعمل كليب يواجه كليبات محمد رمضان. محمد رمضان معروف ان كليباته حلوة واغانيه بتطلع ترند، فهي عارفة تعمل حاجة مثيرة بس في نفس الوقت ما عملتش هوية خاصة بيها. يعني انا بصراحة لما سمعت الاغنية وشفت الكليب انا حسيت ده محمد رمضان مش نرمين. يعني بالظبط، وفعلا هي تعاونت مع صناع اغاني محمد رمضان، تعاونت مع اسلام شندي وكذا حد من اللي بيعملوا اغاني محمد، فهي ما عملتش هوية خاصة بيها لكن حاولت تنافسه عن طريق ان هي تنسخه. وهل تتوقع حاجة حلوة هل تتوقع أن نرمين صفر سيكون لها نجاح في الوطن العربي وفي مصر؟ بصراحة أتمنى أن اللون ده من الغنى يبقى فيه بنت، لأن مفيش أي بنات في اللون ده. الستايل هو بين الراب وبين الشعبي، الميكس الغريب اللي عمله محمد رمضان مفيش أي بنت عملته. فأتمنى نرمين تكمل في السكة دي وتعمل أغاني جديدة. بس بصراحة اللي زعلني أكتر أن نرمين مش معروفة خالص في مصر، يعني مفيش اي حد من الجرايد المصريه او حتى الميديا المصرية. يمكن بعد الاغنيه هذه تصير معروفه، يعني ما كان ليش عمل في مصر، هذا اول عمل لها في مصر واول اغنيه لها. اول عمل اتمنى تتعرف، لكن اكشوال انا عملت سيرش طويل جدا مفيش اي حد اتكلم عنها ولا حتى كتب خبر عن الاغنيه، مع ان الاغنيه الكليب حلو. بس اتمنى تكمل على اللون ده، على الاقل نلاقي بنت تنافس محمد رمضان. واضح. شكرا لك مصطفى فاروق من مصر، صحفي مصر، شكرا على كل هذه التوضيحات. سلاماتنا لمصر وللشعب المصري، يعطيك صحه. شكرا جدا. شكرا لك. كنا مع مصطفى فاروق الصحفي المصري، حكينا على اغنيه نرمين صفر، الاغنيه خلينا نقول اول اغاني نرمين المصريه، وخلينا نقول قاعده نرمين تتجه الى العالم العربي. اغنيه الحقيقه قاعده تثير في جدل كبير، جريئة، ولكن يمكن كما قال توا مصطفى فاروق أنه هذه نوعية جديدة في العالم العربي، وأول مرة نشوف امرأة خلينا نقول كوبي من محمد رمضان. وحتى شفت أنه نرمين أنه قالت أنه هذا شيء يسعدها، خاصة أنه هي قاعدة تتعامل مع صناع محمد رمضان. بعد شوية الصحفي المصري حسن بن أحمد بشي يكون حاضر بحضنا، خليكم معنا، رجعينا.